يلعبها ناحية اليمين يلحقها أوسينو جواي يسلمها إلى تشريف بايو مرة تانية أوسينو لكن اتلعبت غلط واتقطعت الكرة. هجمة زملكاوية سريعة زيزو بالكع فايق ما شاء الله زيزو فايق أحمد السيد زيزو يعني في المباراة الأخيرة ما شاء الله مستوى رائع مسجل هدفين في الدوري وعرضية يستاهلها مصطفى يستاهلها مصطفى مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى لسه بقول مصطفى محمد على موعد مع رقم كبير يتلقى الإشارة مصطفى محمد ويسجل أول الأهداف وبإذن الله ليس آخر الأهداف